شاكيرا تنقل إلى المستشفى بعد خيانة بيكي لها، والأخير يتواجد إلى جانبها. كشفت تقارير صحفية تعرض النجمة شاكيرا لنوبة هلع ونقلها إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم قبل تفاقم المشكلة. نشرت مجلة أولا تقريرا أكدت فيه أن جيران المغنية الكولومبية شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلها، وأنه تم نقلها إلى إحدى العيادات الطبية في مدينة برشلونة، وقد تواجد بيكي معها وبدت على وجهه علامات القلق. وأشار التقرير إلى أن الأطباء سألوا شاكيرا عن مدى حاجتها للرعاية النفسية، خصوصا أنها اكتشفت خيانة بيكي لها مؤخرا، وهو ما دفعهما إلى عدم الظهور سويا خلال الآونة الأخيرة. كذلك أكد موقع البريوديكو الإسباني أن الثنائي سيعلن انفصاله قريبا، وأنه سيصدر بيانا رسميا حول الأمر، مشيرا إلى أن شابة تبلغ من العمر 20 عاما تعمل في مجال تقديم الفعاليات هي من كانت السبب في انهيار العلاقة، على عكس الأخبار المتداولة التي أعادت السبب إلى والدة زميل بيكي. بدأت علاقة الثنائي بعد كأس العالم عام 2010 الذي أقيم في جنوب أفريقيا، وقد أدت شاكيرا الأغنية الرسمية له، ولم يقرر الثنائي الزواج خلال علاقتهما التي دامت 12 عاما ونتج عنها طفليهما ميلان وساشا. وقد كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجمة العالمية شاكيرا عانت خلال الفترة الماضية من نوبة قلق، موضحة أنها شهدت تبكي بشدة خلال عملية نقلها إلى المستشفى.